أهلا وسهلا فيكم في برنامج رحلة بمحفظتين، وتحديدا في الجزء الثاني من جولتنا في تونس الخضراء. اليوم رح نكمل مع نانا وسليم اللي بدأوا جولتهم في الحلقة السابقة من تونس العاصمة، وفي نهاية الحلقة قررت نانا تكون كريمة مع سليم وتعزمه يروح معها لمدينة الحمامات التونسية. مع الميزانية العالية فقررت أني أعزم سليم على مدينة الحمامات. شكراً كثير لإلي ويسلم ويدية والله يعطينا العافية. تجدر الإشارة لأنه هالمصاري وهالميزانية هم مصاري برنامج مش مصاري نهائي. إيه بس هاي ميزانيتي، يعني أنا من حقي أن أصرف على كيفي، فيسلم ويدية ومنشوفكم بمدينة الحمامات. قديش بعيدة؟ 63 كيلومتر من تونس للحمامات. رح أضطر أني أضلني هالسمع نهاد بتمنن فيها كل هالوقت. يعني على فكرة عن جد انه كتر خيره ويسلم ايديه والله العظيم، يعني عدم مؤاخذة بهذه غيري ما بتعرف. وبتبدأ جولة سليم في مدينة الحمامات وبمحفظته 97 دولار باقيين من جولته في العاصمة. أما نانا فبمحفظتها 350 دولار بعد ما دفعت أجرة السيارة من تونس العاصمة لمدينة الحمامات. واو شو هالجو بجنن. شوف سليم بجنن عن جد. يسلم ويدي اني عزمتك لهون. كتر خيري طيب. والله العظيم بشوفك هون بعد ساعتين، بعد ساعتين ونص او هيك شيء يعني. ها خلص. ليك هون. ها انا ماني مسؤوله هلا عنك تروح يصير لك شيء بدك تشتري شيء ما راح اعطيك. خلص جبتك لهون على حسابي. خلص معلم تمام. يلا انبسط. ساعتين ونص وهون بتكون. تمام باي. مدينة الحمامات موجودة في شمال شرق تونس، وهي من أجمل المدن السياحية الموجودة في تونس سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. كثير من السياح والعالم المحليين اللي بيجوا بزوروها، وكثير مشهورة أنه بفصل الصيف مناخها بيكون كثير معتدل. يلا خلينا نتعرف على مدينة الحمامات ونشوف المعالم الأثرية والتاريخية اللي فيها. واحد عنده طريقة باختيار انه كيف يشوف المدينة. انا بصراحة اخترت اني اقعد بهاي القهوة واشوف المدينة من شرفة هاي القهوة. مثل ما شايفين هاي القهوة بتطل على المدينة وبتطل على البحر، فالمنظر هون جنن ورائع. هلأ اسم مدينة الحمامات شوي انه غريب شوي، بس احكي لكم ليش اسمها مدينة الحمامات. هلأ يقال بأنه سميت بمدينة الحمامات نسبة للحمام يلي كان بيطيره من المدينة للجبال المجاورة، وكمان يقال أنه سميت بمدينة الحمامات نسبة للحمامات الرومانية يلي كانت موجودة بهاي المدينة. هلأ رح أقعد وأشرب فنجان قهوة وأستمتع بهالمنظر الحلو لبين ما أروح وشوف سليم. يبدأ سليم جولته في مدينة الحمامات من موقع أثري مشهور جداً. خلونا نشوف مع بعض شو هو. الآن في موقع الآثار الرومانية في الحمامات اللي بيشهد على التاريخ الروماني لمدينة الحمامات لما كانت مستعمرة رومانية اسمها بوبوت، وهذا هو اسم الموقع حالياً. كانت الحمامات في ذلك الوقت واحدة من أهم المراكز العمرانية والسياسية في الإمبراطورية الرومانية في أفريقيا. في هذا الموقع بنشوف أثار البيوت الرومانية والشوارع والجدران المزينة بالفسيفساء وبعض الأحمدة. على ما يبدو أنه معظم الأثار أو معظم معالم هذه المنطقة لساتها مدفونة، لأنه كل الأماكن اللي بنشوفها موجودة نوعاً ما تحت الأرض. بصراحة
يمكن كان مفروض أني أقضي وقت أطول في قرطاج، لكني كنت حابب أني أشوف مدينة جديدة، معالم جديدة، لكن يمكن قرطاج كان فيها معالم أكثر ممكن نزورها أو ممكن نشوفها أكثر من المعالم أو الآثار الرومانية في الحمامات. لكن لسه جولتي في الحمامات بأولها، فرح أحاول أشوف أماكن ثانية. طبعاً تاريخ مدينة الحمامات بيرجع إلى ما أبعد من الحقبة الرومانية، لأيام الفينيقيين في القرن 11 قبل الميلاد، لما كان الفينيقيين بيحاولوا يبحثوا عن موانئ أو أماكن مناسبة على ضفاف البحر المتوسط لتمكنهم من السيطرة على طرق التجارة في البحر. وكان موقع مدينة الحمامات مناسب لهذا الأمر بفضل وجودها على الساحل الفاصل بين كراكوان ومدينة سوسة. في العهد الروماني من ناحية الاقتصادية والفكرية، وصارت أحد المراكز الدينية المهمة في شمال أفريقيا بعد دخول المسيحية للإمبراطورية الرومانية. وبعد هيك دخلت الحمامات في مرحلة جديدة من الازدهار مع دخول المسلمين لشمال أفريقيا في القرن الثامن الميلادي. كان المسلمون حريصين على الاحتفاظ بمدينة الحمامات بفضل موقعها الاستراتيجي المهم من الناحية العسكرية، وقاموا ببناء حصن وبرج لحماية المدينة من الغزاة القادمين من البحر. اكتملت أركان مدينة الحمامات من الناحية الحضارية مع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي في عهد الدولة الحفصية، اللي بنوا فيها مؤسسات مختلفة تعليمية وقضائية وتجارية. تبدأ جولتها نانا من حصن القصبة. حوالين القلعة موجود العديد من المحلات التجارية اللي تبيع شغلات تقليدية مصنوعة يدوياً. موجود العديد من المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة الحمامات اللي بتحكي لنا على تاريخ تونس العريق، ووحدة منها هي قلعة المدينة. هلأ رح فوت على قلعة المدينة لأتعرف على تاريخ مدينة الحمامات. وقت الافتتاح بالأوقات الشتوية بصير من 8:30 لحد الساعة 6، أما بالصيف بيفتحوا من 8:30 هي من 8 لحد الساعة 7. تعالوا نتعرف على هاي القلعة. مع نهاية القرن التاسع، أنا هلأ موجودة بالطابق السفلي من القلعة، وفي ضريح سيدي علي أبو علي محمد. سيدي أبو علي محمد هو كان من أولياء الصالحين وتوفى بأواخر القرن الرابع عشر. موجود معرض، هذا المعرض بيعرض لنا صور بيحكي عن تاريخ المدينة وعن تاريخ القلعة. فمثلا عندكم هون هاي اللوحة بتحكي لنا عن أناقة وعراقة اللباس النسائي اللي كانت بالأيام الماضية. السادس عشر إجا جاسوس مالطي على مدينة الحمامات وخبر الأوروبيين إنه قلعة المدينة مانا محصنة. فأجت الدولة العثمانية بعثت قوة لتعزيز القلعة وبنوا الأبراج وبعثوا كمان قوة من الإنكشاف.
وبين أزقة المدينة القديمة رح ياخدنا سليم هلأ في جولة. في مثل تونسي يقول القبلي سلطان والشرقي وزيره، مشان هيك كل أبواب البيوت الأصلية في المدينة العتيقة بتفتح يا إما على الاتجاه الشرقي أو الاتجاه القبلي. المدينة العتيقة مصممة بحيث أنه تفي بالأغراض الدفاعية للحمامات. الأزقة مثلاً، الأزقة الضيقة أو زي ما بسميها التوانسة بالأنهاج، مصممة بحيث أنه تعيق حركة الأعداء أو حركة الغزاة القادمين من البحر. وفي نفس الوقت كل الأزقة تقود إلى بعضها بحيث أنه تسهل إخلاء المدينة في وقت الحروب. أما الساحات الموجودة بين هذه الأزقة واللي بسميها توانسة بطحاء فموزعة في المدينة العتيقة بحيث أنه يسهل على سكان المدينة أنهم يرصدوا جنود الغزاة لو تجمعوا في مكان واحد. بنلاحظ في المدينة العتيقة أنه في عناية بالغة بتصميم الأبواب وتزيينها، وهذا لأنه أهل المدينة بيعتبروا أنه الباب هو نقطة التقاء الأرض مع السماء، وأنه هو المصدر الأساسي لحماية البيت والعائلة. وبالنسبة للبحارة اللي بيقضوا معظم أوقات السنة في البحر، البيت والعائلة والزوجة هو الإشي الوحيد الثابت في حياتهم. وبنرجع لنانا في حصن القصبة. اليوم القلعة صارت معلم تاريخي وسياحي، بيصدوه الكثير من السياح من دول العالم المختلفة، وبيصدوه كمان السكان المحليين. بصراحة ما بحكي لكم قديش المنظر حلو، خاصة إنه القلعة بتطلع على البحر والجو بجنن والمناخ جدا معتدل. بكفي إنكم توقفوا على شفة القلعة من فوق وتطلعوا على البيوت يلي لونها أبيض وأزرق، وتطلعوا على البحر الأبيض المتوسط، يعني شعور بجنن. أنا رح استمتع هلأ شوي بالمنظر لحديت روح وشوف شو هي وجهة الثانية اللي رح أتجه لها. وبعد جولتهم القصيرة في مدينة الحمامات التقوا سليم ونانا ليرجعوا مع بعض لتونس العاصمة. في أكلة شعبية تونسية الكل حكالي عنها اسمها البلابي. جيت لهذا المحل لأتعرف عليها وأشوف شو قصتها وإذا بتستاهل كل هاي الشعبية ولا لا. لازم تجيب صحن وخبز وبعدين تفت الخبز بالصحن وبعدين ترجع لا تجيب اللبلابي. رواد المحل بيحكولي إنه لازم أقسم خبز أصغر من هيك
فرح أحاول أرجع أفت اللي فتيته مرة تانية. بالضبط تطلع كثير زي يمكن تطلع زي فتة الحمص، بس هي فعليا زي فتة الحمص لأنه عندك خبز وراح تحطوا حمص، بس بحطوا شغلات تانية على الحمص. طبعا بحطوا هريسة اللي هي زي الشطة، وبيحطوا نخاعات وبيض وممكن تونة كمان، لكن بتصور إني مش رح أطلبها مع نخاعات، يعني رح تكون يعني نخاعات اختياري مش إجباري. هلا يمكن هيك منيح. وهيك صار البلابي جاهز، زيت زيتون، حمص، كمون، هريسة وخبز وعظمة أو دحي أو بيض. طعمها زي فتة الحمص، لكن الفرق الوحيد هو أنه بدل ما يكون في طحينية في شطة أو هريسة، والهريسة كثير حارة. الهريسة كتير حارة، مع انه انا بحب الحر، لكن كتير. هيك عرفت ليش الاكلة كتير مشهورة، لانه ببساطة فيها كل مواصفات الاكلة الشعبية. رخيصة اول اشي، ثلاث دنانير ونص، ثلاث دنانير تونسي ونص، يعني حوالي دولار واحد، وفيها معظم العناصر الغذائية اللي محتاجها. ممكن تأخذها مع نخاعات، ممكن تأخذها مع تونة، في بيض، بروتين من الـ من الـ من من الحمص. فراح أكل هاللقمتين وبعدين أروح أدور على كاسة مي لأنه كتير حر. في نهاية رحلتهم في تونس، نانا وسليم صرفوا ميزانيتهم بنجاح. وهيك بتكون انتهت جولتي في تونس. بصراحة هي تونس من أجمل المدن أو البلاد اللي زرتها بحياتي، وكنت كتير متمني أني زورها من قبل. رحت شفت مدينة تونس وشفت مدينة الحمامات، يعني بصراحة لو عندي وقت أكثر لكنت زرت جمهورية تونس كلياتها. ما بحكي لكم قديش الناس لطيفين، الجو قديش حلو. فعلا انا اذا صح لي شي فرصه بالايام او شي طلعه او شي عطلي اكيد رح اجي على تونس. هلا بالنسبه احكي لكم شوي ايش اتصرفت. هلا انا اخذت فندق، بس الفندق يلي اخذته يعني عن جد شفت صور على الانترنت بجنن بياخذ عقل. صرفت تقريبا شيء 90 دولار للفندق. وقت عزمت سليم على مدينه الحمامات، مع اخذت تاكسي خاصه يعني وصلتنا على مدينه الحمامات ورجعتنا تقريبا شيء 50 دولار. يعني فعلا سعر كثير رمزي من انه نطلع من مدينه تونس مدينة ثانية اللي بتبعد أكثر من شيء 65 كيلومتر، فكان سعر جدا رمزي. صرفت شيء 20 دولار على الأكل. معظم المعالم السياحية يعني أسعارها جدا رمزية، فما كتير صرفت على هذا الموضوع. فعلا انبسطت كثير، وإن شاء الله أرجع أجي على تونس. وهيك تكون انتهت جولتي، فإن شاء الله بشوفكم بحلقة جديدة من مدينة جديدة. صباحوا على خير. هيك بتكون انتهت رحلتي في تونس. لو كان لي الخيار بصراحة كنت ضليت هون كمان أسبوع. البلد مش غالية أبداً، الأكل كان كتير رخيص. دخول المواقع الأثرية كلف حوالي 5 دولار بالمجمل أو حتى أقل شوي. الفنادق تتراوح ما بين 10 دولار ل 500 دولار.
لكن بسعر معقول ممكن تجيب فندق كثير مرتب. فأنا حجزت فندق منيح بحوالي $50 وقريب من البلد القديمة أو البلد العتيقة، تونس العتيقة. مواصلات كمان مش كثير غالية، معظم الأماكن توصلوا لها مشي، خصوصا لو بدكم تاخذوا المسارات اللي داخل البلد القديمة. بصراحة اللي ساعدني إني أغطي أماكن أكثر هو إنه رحت على الحمامات واضطريت أتحمل جميلة نهاد أو نهاد أو نانا كما يسميها البعض. فللأسف اضطريت إني أقبل بهذا الموضوع، لكن حمامات كتير حلوة، مكان لازم تزوروه إذا بتيجوا على تونس، خصوصا إنه مش كتير بعيد عن تونس العاصمة، يعني بس حوالي ساعة بالسيارة. وهذا كل إشي، بشوفكم بحلقة جديدة من مدينة جديدة. بما أنه الزميلة نهاد عزمتنا على المشوار بمدينة الحمامات ووصلتنا لهناك وحملتنا مليون جميلة، فرح أكون مضطر أني أعزمها على قهوة بتونس بعد ما رجعنا. وبس لتكونوا عارفين أنه هذا لا كرم مني ولا كرم منها، بالآخر المصاري مش مصارينا. هو فعلا الأسعار بالبلد كتير معقولة يعني. طيب الأسعار معقولة، ليش حملتينا جميلة بالمشوار بالباص؟ ما هو كتر خيري يعني، هي بالأخير الميزانية لإلي أني أنا أصرفها وورج العالم. ميزانية للبرنامج. إيه بس إني أعطوني إياها. أنت يعني لازم تفصل بين الشخصي والمهم. المهم مش مشكلة. المهم إنه بتونس عن جد، بهذا البلد بتحس حالك عن جد بين أهلك وببلدك. ما بدنا نحكي بطريقة سلبية عن أي بلد تاني زرناه، لكن هذا الإحساس اللي حسيناه بتونس عن جد ما حسيناهوش بأي بلد تاني. يمكن لسبب رئيسي هو إنه معظم البلاد اللي زرناها كانت بلاد أوروبية أو بلاد أجنبية. هالمرة كثير انبسطنا بتونس. غير الناس كثير لطيفين، واحلى شيء انه يعني نحن لانه جداد على البلد، فوين ما بتسالهم انه وين هذا المكان بيقولوا لك هون لف الثاني ثالثه توصل لهنيك. فيعني كثير حبيت الموضوع. احنا من اول الحلقه حكينا ما نجرب نحكي باللهجه التونسيه. احكي لكم كمان انه الاماكن هون بالبلد كثير باهيه وبرشة كمان. يحفظك ربي. يا الله. الحلو بتونس انه هذه البلد، او هاي راح تكون الحلقه يمكن رقم 38، لكن الشيء المختلف عن كل بلد زرناه انه هنا عن جد بتحس حالك بين اهلك وبين ناسك وببلدك. الناس كثير حميميين، كثير بيرحبوا فيك، بيفتحوا لك قلوبهم، في موده كثير كبيره بتحسها باستقبال الناس لك، سواء طبعا كنت فلسطيني او غير فلسطيني. لكن في شيء لطيف تجاه فلسطين عموما، انه حتى لما كنا بالجامعة كل حدا كنا بنشوفه بيسأل انتم من وين، من فلسطين، اول شيء بيحكي لك اياه بيحكي لك انه ان شاء الله بنصلي بالاقصى. فهذه البشاشة اللي العالم بيستقبلوا فيها كانت كثير كثير مفرحة وكثير مريحة في تونس. تعال نخبر المتابعين على فكرة، بس المشاهدين يا الله. بس حاب يخبركم شغلي انه فريق العمل حكى لي له لسليم انه الحلقة الجاي رح تكون من بلد عربي والجو رح يكون كتير دافئ. متحمس؟ لا تعرف شو البلد؟ بعرف شو البلد. تعرف شو هو؟ لا ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بعرف شو هي البلد، لكن هاي رح تكون البلد الأخيرة اللي بنزورها، هاي رح تكون رحلتنا الأخيرة، ان شاء الله بيكون ختامها مسك. ومنشوفكم بحلقة جديدة من مدينة جديدة. تصبحوا على خير. من وين رح تشوفكم؟ بدك تطلب القهوة؟ هيك شفتنا؟ تجيبوا القهوة؟ لو سمحت شو؟ تطلب تاكسي؟ لا بعيد لو سمحت. بنشوفكم في الحلقة القادمة في محفظتين جداد وبمغامرة نانا وسليم الأخيرة في هذا الموسم، واللي رح تكون في بلد عربي.